يعني المؤتمر اليوم هو إحدى فعاليات حزب الجيل اللي عقدها خصيصا دعما للدولة المصرية، وهي تعقد مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ. بنرى أن هذا المؤتمر من الممكن أن يكون ذراع مصر القوية لكي ينتشلها مما حدث بها من أخطاء تراكمية على مدى سنوات أربع ماضية عقبت ثورة المصريين في 25 يناير 2011. والمؤتمر في نفس الوقت بجانب أنه بيأتي دعما للدولة المصرية ويتعقد هذا المؤتمر الاقتصادي، وفي نفس الوقت صرخة قوية بيعلنها حزب الجيل مدوية ضد الإرهاب، وبيبشر المؤمنين ويبشر المصريين بأن انحسار الإرهاب في مصر سوف يكون قريبا جدا، وأن مصر الجديدة قادرة على وأد الإرهاب، وأن إذا كانت أمريكا قد جايشت 40 دولة وطلبت مدة زمنية 3 سنوات وميزانية تقديرية 500 مليار دولار للقضاء على فصيل محدود من فصائل الجماعات الإرهابية في داعش، فإن مصر الجديدة إن شاء الله من خلال تضافر كل جهود أبنائها واصطفاف شعبها خلف قيادته سوف يعلن قريبا إن شاء الله أن مصر خالية من الإرهاب. يعني هذا المؤتمر هو كان منقسم إلى 8 محاور، منها رؤية حزب الجيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها أيضا رؤية حزب المحور الثاني كان حول المواطنة، المحور الثالث كان حوالين رؤية حزب الجيل الاقتصادية، المحور الرابع كان حوالين يعني رؤية حزب الجيل في استخدامات الطاقة وضرورة أن تلحق مصر بالعصر النووي، والرابعة كانت حوالين التأمين الصحي وكيف تمتد مظلته إلى كل أبناء الوطن. أما الرؤية السابعة فكانت حول قدرات مصر البشرية وكيف تستطيع أن تسهم في عمليات البناء والتنمية، والرؤية الثامنة كانت حول دور المرأة في البناء والتنمية. ورؤى ثمانية شهدوا مؤتمر اليوم من خلال أوراق بحثية قدمها أعضاء الحزب وقياداته، من يعني الهدف منها أن إعلام الكافة في الداخل والخارج أن مصر الجديدة تتميز بأن أحزابها السياسية عرفت طريقها، وأن أحزابها السياسية بتتحرك على طريق التكاتف مع الدولة المصرية، وفي نفس الوقت بترسل رسالة إلى العالم كله أن الرئيس والحكومة ليس وحدهما ولكن معهما الشعب المصري بكل أحزابه وقواه السياسية. وفي نفس الوقت احنا بنعلن في هذا المؤتمر خطورة تأجيل الانتخابات البرلمانية. البعض يطالب أن تؤجل الانتخابات البرلمانية لعام 2015، ونحن نرى أن هذا التأجيل يعني يوحي بكارثة على البلاد، لأن يجب أن يكون لمصر على الفور برلمان يراقب ويحاسب ويشرع، وأن كل الأخطاء والخطايا التي بيراها الشعب المصري في أداء حكومات ما بعد 30 يونيو سبب رئيسي هو غياب عين الشعب الصاهرة أو رقابة الشعب الدستورية على كل أعمال السلطة التنفيذية. وفي نفس الوقت غياب البرلمان بيجعل الرئيس بيتحرك بشكل غير طبيعي، لأن تقرير الأجهزة الرقابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعل الرئيس متابع لكل أعمال الحكومة إيجابياتها أو سلبياتها، ولكن من خلال أداء البرلمان اليومي يستطيع الرئيس أن يتابع أعمال الحكومة. لذلك احنا نعرف البرلمان ليس هو أداة فقط للمعارضة أو أداة للمحاسبة، ولكنه أداة تقويمية أيضا لأداء السلطة التنفيذية، والمستفيد من كل هذا والرئيس المنتخب المطالب بتنفيذ برنامجه لدى مواطنيه الذين انتخبوه بنسبة لم تصل إليها أي انتخابات تعددية رئاسية في العالم، وهي تعدد 97.5%. لذلك احنا بندعو اللجنة العليا للانتخابات، وهي اللجنة المنوط بها دستوريا دعوة الناخبين للاقتراع وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية. ندعو اللجنة العليا للانتخابات انها تدعو الناخبين للاقتراع في موعد غايته للمرحلة الأولى منتصف يونيو والمرحلة الثانية منتصف يوليو على أن تبدأ على الفور بفتح باب الترشح في الأسبوع الأول من إبريل لكي تدور العجلة
أصبح لدينا برلمان يستطيع أن يحيي أمل الشعب من جديد ويحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وخاصة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأيضا في الاستقلال الوطني وفي مواجهة كل المخططات والتحديات التي العاتية التي تواجه الوطن، وخاصة هذا المخطط الغربي بقيادة أمريكا التي تستهدف رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط مقسم فيها المقسم ويجزأ فيها المجزأ، وتكون فيها مصر دولة من مقسمة إلى خمس دولات. أقول إن الشعب المصري قادر باستكمال بنيانه الدستوري وباستكمال دعائم الدولة الدستورية من أن يواجه كل الدنيا ويبني مصر من جديد ويعيد مصر كما كانت من سنوات طويلة في التاريخ الصحيح، عندما كانت دور المصري نصنع الحضارة، وكان دور مصر انها بتؤكل كل دول الجوار، وكان قدر مصر بجانب انها تصنع الحضارة انها تقود امتها العربية وقارتها الافريقية.